تسير بزوز ونص ديالها. سيدين تسد دابا قامود احلى ماجد راه عمل ناس قامود راه عمل ناس بوسيد سوتي وفر هذه تسين بزوز ونص ما هينش تسين بزوز ونص ما هينش هذه تسين بثمنتاش ونص هذه سنتين هذه علوش بو سنتين بسم الله ما شاء الله سنتين تفضل هذه مازال كعمل العام هذا علوش بو سنتين هذا بسم الله ما شاء الله يا خلق الرحمن عندنا هذا طالبين على ربي 17100 السردي السردي المزيان الكمامه القرن العينين الساقين كل شيء يا خلق الرحمن هذه طالبين على ربي زوج وثلاثة بسم الله ما شاء الله ولاد شليل هذه سلعة يخلق ربي في ملكه 140 كيلو 130 كيلو الحمل ما تخيرش كعب على الأخت القرن المليان والزدر العريان صلي على محمد ها هذوما الزوز توامة هذه تسام البارح ب 16 ونص علوش حليب هانو خوه هذا وهذا خوات فرد زين فرد كاليبر فرد كولير ها بسم الله ما شاء الله يخلق الرحمن عندنا ندرة هذه مازال سنين حليب هاو عسلامة مرحبا مرحبا اهلا بك مرحبا بك انت تعرفوا عليك ساعة من الاول انت فلاح والا تاجر فلاح انا فلاح قيروان ما تنديت لعلي بيك وتحية أهلي قيروين الكل حابين ناخذوا هكا فكرة على الأسعار نتاع الأضاحي اللي عندك ما شاء الله يعني ما الكلهم ما شاء الله عليهم اللي عندك يبارك والله الأسعار ما فماش ديفيرونس كبير برشا بين سنة وعام الأول في المتناول كل قدير وقدره اللي يحب ياخو مليون ياخو اللي يحب ياخو 700 ياخو اللي يحب ياخو بزوز منيل ياخو الأسهم كل موجود ولا غالب حكم ظروف والعلفة غليت وجفيف والحمد لله على كل حال وكاو هذه راهي ضحيه قربان ربي سبحانه كادو ربي سبحانه وكاو الاسعار من الى بالنسبه لي كانت حاليا هنا عندي من 15 حتى ايش لزوز ونص 3 ملايين 18 17 فهمت ان شاء الله عندنا سلعه اخرى نتاع مليون نتاع 12 نتاع 13 بالنسبه هذا اشبع علوش توا شفناه محلي ما شاء الله عليه يخلق ربي يخلق ربي بسم الله ما شاء الله هذه هذا قداش سومه؟ هذا تسيم البارح بزوز ونص ما هينش وانا طالب على ربي 3 ملايين هذا 3 ملايين اي هو تسام راهو في الدار سوم هذه تسام بيه في الدار هذا على قد فيرما ب 3 ملايين على قد عمره يعني هو توا 3 سنين حسب ما قلت لي وعنده 6 سنين قد عمره على كيستيون على قد الكاليبر نتاعو والزينه والضخامه والوهره والقرون والشبه والصوفه صحيح هو هذا عندك فيه الحق انا مثلا كمواطنه ما نفهمش في العليلش كي نغزر هكايا نقول علوش كبير ما شاء الله ويعجبني نجم نشريه اسكو فيه شحم برشا والا ليه هكا فسر لنا شويه اسمعني راه ما فماش علوش ما فيش شحم راه مستحيلات السبعه فهمتني فيه شحم مش هيك شحم مش عم انت والعلف انت والعلفه الكاليتي نتاع العلفه انا علفتي عندي انا كفلاح ورامي هذا نحبها برشا الحاجه هذه نعشقها معناها مليانه صغير وندللها ونعطيها كارها من كل شيء من دواياتها من علفتها من نواحي الكل انا مثلا علفتي نظيفه نعلف القطانية نعلف الفول نعلف الشعير نعلف السوجه علفه مسلي على النبي وعندي كليوناتي تاخذ من عندي كل عام خذا من عندي عامله ولد عامله كعبتين عامله وخذا من عندي اربع كعبات فهمتني الحمد لله يا رب هذه بعت اشترها راني غادي في الفيرما بعت بسم الله ما شاء الله بعت الفحوله بعت الصغار الكبار الحمد لله وكاو اغلبيه المواطنين يعني انا هو السعر اللي يحبوا يشريوا به والله شو المواطن اسمعني معذور والفلاح معذور مواطن شهار يعني به ربي والفلاح زاد كيف يسهر يصرف عام كامل وتعب وسهر وسروح وتعب وصدقني مصروفه اكثر منه ولا العظيم غير الله غالب ربي خلص له حاله ما نحبوش نغضبوا العبيد كل قدير وقدره اللي يحب ياخذ مليون اللي يحب ياخذ زوج واللي يحب ياخذ ثلاثه معناها العلوش هذا كل موجود بيحاول ليه العلوش هذا معناه كي مشيت شري البارح بزوز ملايين ونص هكا بزوز ونص حب ياخذ من عندي حبايب ما نعرفش مغرمي هو سافوار عليه مغرمي ولا مش يربي ولا في حل هذا عامله ولا بقداش هذا عامله ولا مو نفس السوم بريسك موجود الاسوي ما عامله ولا شنو عم عامله ولا هو تو عمره 3 سنين سامحني عامله في البطوار بعت ثلاثه بزوز ونص
السيم كل موجودة راه. هذا تحط في الرحبة عم ناول ولا؟ لا ما تخلش الرحبة، هذا أول عام هذا الفحل نتاعي خرجته من الكريشة. سي بون خذاه وقت وعندي ولاد وعندي غلام منه إن شاء الله باش تولدي بحول الله والعمل على ربي وكهو. هذوما منورات في الملاسين ومعروفة بلاستي كل عام. بحول الله لحمتي مزيانة وسلعتي نظيفة والعمل على ربي. تعرف العلفة نتاعك عاد اللي الحال هكا تو والمش يخش روحه في الدنيا ذي. قداش من كيلو توا؟ هذه ما شاء الله مصلي على محمد 150 كيلو 140 كيلو موجودين فيه. نوزنك راهو حاب تجيب الميزان نوزنك انا حسب هكا 140 130 150 موجودين بسم الله ما شاء الله. يتباع بقداش الكيلو معناها كي يتباع هكا توزنوا الكيلو قداش تحسبوا؟ والله هو هكا حي ب 22500 فهمتني؟ حاليا ب 22500 ريت برك الله كي نحطوا في 22500 يطلع تسوي 150 كيلو ما شاء الله يطلع شو اللي يعني بي هذا بابا هذاك طالب على ربي 18 ونص مازال علوش حليبه وتسيم ب 17100 فهمتني سوم على روحك بابا. دونك الاسعار من مليون ونص حتى لا من مليون وانت ماشي حتى ايش عندك مليون عندي سلعه اخرى ان شاء الله تجي الجمعه ذي بحول الله فهمتني احنا جينا البارح تعمل على ربي والعمل على الله. ثم اقبال ولا مازال بكري؟ مازال بكري ثم اقبال كل زوز مازال بكري ثم اقبال يحب ياخذ تو ياخذ واللي عنده له ساعه واللي يحب يستنى زاد كيف كيف. المواطن يتفاجئ بالغلاء ولا تعود؟ كيف لا عادي. بلي بلي سامحني هذه قربين الربي سؤال بسيط. لا هو سنه معناها. حي الربي قربين كادو الربي. فهمتني؟ نستخدم لك التليفون بخمسه ملايين. خلينا نحكيو لحظه بنحكوا باللوجيك احنا. من توينسا وخيال نستخدك في تليفون بربع مليل وبخمسة مليل وإلى غير ذلك ما نحكوش برشا تفاصيل أخرين يجيك الضحية كما هكا مش تبيعوا هو حرام راه هو زويلي مش باش ياخذ تليفون بخمسة مليل خلينا نحكيو اون جينيرال احنا راه نحكيو اون جينيرال مش نحكي على الزويلي وحده ولا بس عليه وحده كلنا كيف كيف أما سامحني هذه قربين الربي يعني إنسان مش ضحي يخوذ ما مش ياخذ من غير معناها خليها يعني بها ربي زاد برج ولايه والله انا برت قلت ناخذ فيها ستة شهور التالي ناخذ فيها ب 40000 انا ناخذ في تورنات تشعيري في النوار اللي هي مساعده الحاكم ب 550 و 800000 ناخذ فيها ب 1500 ب 1600 حتى ل 1800 سامح شيك العلوش كل يومك في 5000 لا عندنا كيفاش نسرح ولا يعلم بينا ربي نسرح ومش ما نسرحوش اما كوميم ثم فرق مش استروح وحده ما يكفيش العلوش لازمو يعلف باش يوصل الكاريب هذا راه العلوش كما يعلفش كما يعلفش وما تعطيش دوزته في الدواء وما تلهاش بيه راه ما يوصلش الكاليبر هذا راه فهمتني اختي وربي يخلص له حاله وان شاء الله الناس كل نعيد ويحاول له لاباس باذن الله يعني اللي فهمناه توا الكاليتي نتاع العلوش من داخل يعني اللحم نتاعو يختلف من علفه لعلفه اخرى طبيعه هي اللي احسن علفه بالنسبه للعلوش كيفاش احسن علفه يعني. احسن علفه انا نعلف في الفول في القطانيه وفي الشعير وعلفتي موجوده لهنا وكل عام نجيب علف مستحيلات السبعة نحكي لك موضوع مزيان مستحيل القشار باش يجيب معاه العلفة تعرف علاش خاطر ياخذ لك سلعة القشار مش نعطيك انا اكزومبل مزيان على الاخر القشار ياخذ لك سلعة ما نجمش يهز السلعة للسوق ويمشي يوكلها العلفة يزدمها بالعلفة فهمتني تتكوانسة العلوش يبشم يضربوا الدم فهمتني شنو نقصد راهي ثم اي اسمعني مش انا تو نحط معاك اختار اي فلاح مستحيل باش يجيب معاه العلفة انا الوحيد نستعرف بروحي في الملاسين اللي نجيب في العلفه لهنا ونعلف في علفتي كل عشيه لهنا تعرفني العباد كله الحمد لله عندي كليونات والناس تعرفني بالكل ممكن نشوفوا هكا القشار يجيب لك شويه قرطك هاو با بلوس صباح وعشيه يعطي القرط والماء ديما موجود فهمت ما نجيبش يعلف علوش خاطر ما يعرفش يعلف عند مولاه هذه خذها معلومه مزيانه من عند خوك بعميل هو كي نشوفوا العليل شهاده من الحقيقه ظهر غرام معناها غرام وانا هذه الحمد لله هذه حاجه كي غرام كيما هكا خير ما نمشوا لحوايج اخرى فهمتني وهذه حاجه قربان الرب سبحانه عز وجل نخلي لك الكلمة الأخيرة. نعم. الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالتوانسة الكل، وإن شاء الله ربي يعطينا بالخير، وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر، وإن شاء الله الناس الكل نعيدوا، إن شاء الله الزوال يعيد، والحمد لله لاباس بإذن الله. إن شاء الله. غير نصفوا القلوب ونحبوا بعضنا، بإذن الله ما فما كان الخير. يعطيك الصحة. يعيشك.